في إطار أنشطتها التقنية والعلمية التي تديرها شركة يوكسيل توهوم التركية المتخصصة في تهجين وتطوير وبيع بذور الخضروات، نظمت يوما حقليا بجهة مراكش بتنسيق مع شركة غروسيم الموزع الحصري لها بالمغرب، لقاء كان أرضية لاختيار أصناف البطيخ الأحمر والأصفر التي ستتأقلم مع طبيعة ومناخ المنطقة، وخصوصا تلك المقاومة للآفات التي تصيب هذا النوع من المزروعات. هذا اليوم الحق لي كان مفيد جدا، لأن اختيرنا مجموعة من الأصناف اللي هي كانت الأداء ديالها جيد في هذه التجربة هذه. حنا اخترنا ميز مراكش، منطقة مهمة بالنسبة لنا كيف حال المناطق الأخرى، لكن هي منطقة مهمة لأن فيها يمكن تزرع فيها البطيخ، يمكن تزرع فيها المهايا، يمكن تزرع فيها البطيخ الصفر، يمكن تزرع فيها الشارونتي. وكان الهدف من هذه التجربة هو نحط جميع الأصناف في نفس الوقت في نفس المكان باش نختاروا الأصناف اللي هي ملائمة لهذه المنطقة واللي هي مقاومة للآفات بحال الآفات الألترنارية اللي تنسميوها بالدارجة النمس. على حسب التجارب اللي درنا في أصناف تجارية اللي احنا جربناها أصلا هي تقريبا 3 سنين، منها صنف تيمور اللي تنبيعوا في منطقة مراكش وفي زاكورة وفي تيفلت وشمال المغرب، وفي أصناف جديدة ديال البطيخ اللي مقاومة للألترنارية للنمس، فيها جودة ديال التيمار وفيها محصول جيد. الغاية من هذا يوم الحقل هو انتقاء الأصناف في كل دولة، وحنا بالأخص في المغرب خصنا نقاو الأصناف اللي كيوالموا المغرب في الدلاح وفي البطيخ السويهلة وفي الأناناس وفي البطيخ الصفر. وحاولنا هذا النهار هذا مع الطاقم التقني تاع الشركة باش نديروا انتقاء الأصناف ونعملوا تجارب إن شاء الله مع الفلاحة ونخرجوا أحسن الأصناف للسوق المغربي إن شاء الله. الأصناف التي تم انتقاؤها من طرف الخبراء الدوليين الذين شاركوا في هذا اللقاء والذي تجاوز عددهم 30 خبيرا، كانت من بين الأصناف التي تستجيب لمعايير الجودة التي تتطلبها الأسواق الوطنية والدولية. bizim yıllık toplantılarımız oluyor. Her yıl başka bir ülkede yapıyoruz. Geçen yıl Polonya'da yapmıştık. Bizim 7 farklı ülkede farklı kıtalarda şirketlerimiz var. Meksika, Kanada, Polonya, Kore gibi. Bütün arkadaşlarımız oradan geliyorlar yıllık toplantımıza ve bütün bir yılın değerlendirmesini yapıyoruz. Ayrıca çeşit denemelerinde geziyoruz. Bu yıl da Fas'a geldik. Ve karpuz kavun denemelerimizi geziyoruz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Burada 200'den fazla yeni çeşit var geliştirdiğimiz. Ben size isterseniz biraz Yüksel Tohum'la ilgili bilgi vereyim. Yüksel Tohum Türkiye'nin ve hatta Ortadoğu ve Balkanların en büyük tohum araştırma geliştirme firmasıdır. Ana işimiz araştırma geliştirmedir, ıslahtır yani. Biz 7 türde çalışıyoruz. Kavun, karpuz bunlardan 2 tanesi. Vengo con un equipo de 3 personas a los días demostrativos de melones y sandías aquí en Marrakech, Marruecos. Venimos a escoger las mejores variedades para nuestra región, que es México y Centroamérica. Hay más de 300 variedades y venimos a escoger las mejores, que son aproximadamente 20. Actualmente tenemos 3 variedades de sandía con las que trabajamos comercialmente, que son Bixi, Ustun y Timor. Tienen resistencia alternaria, buena calidad, excelente producción. 한국 지사를 운영을 하면서 여러 가지 품종을 선발해서 지금 공급을 하고 있습니다. 육셀 토움 회사가 과체류 전문 회사다 보니까 팔 수 있는 품종들이 상당히 많고 여러 각 지역을 떠나서 그 각 지역에 맞게끔 최적의 품종을 선발하는 데 가장 최적의 회사로 소개를 해드리고 싶습니다. 앞으로 육셀 토움의 품종을 공급을 하면서 많은 농가들이 만족을 하고 재배를 하면서 소득을 많이 창출을 할 수 있기를 바라겠습니다. 这次我来到摩洛哥非常高兴，我这次来主要是来选一下公司的西瓜和甜瓜的品种。在中国，很多西瓜品种已经在市场上销售。
这次我来又选出了很多新的、更好的品种，我相信这些品种将来在中国市场，也会有一个很好的前景，也很快会进入销售。最后，感谢摩洛哥的朋友们，谢谢摩洛哥。